وبقول بس لكم ان مش معنى ان احنا بنقول لا في دور علينا والا ما كانش ربنا هيجازينا خير او يحاسبنا لما نقصر. لا في دور علينا كمجتمع، كحكومه، كمسؤولين في كل المجالات، في دور كبير جدا علينا تجاه كل شيء، مش بس تجاه يعني ولادنا وبناتنا القادرين يعني، لا ده دور للدوله. وانا هنا يمكن اقول احنا خلصنا موضوع القانون بتاع السلبيه يا دكتور مش كده؟ طب اسمح لي ان احنا اول انت جابتك بقى الفلوس مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ طيب يعني اتحولت لك الفلوس خلاص؟ وفين محافظ البنك المركزي؟ أول مرة أشوفك بتضحك. طب إحنا بقى يعني يا دكتور مصطفى يعني الدكتور معيد مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. طب إحنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبرة نحطها في الصندوق. ها؟ لا على الهوا كده؟ لا على الهوا عشان تبقى خلاص؟ نعم. لا 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 أنا عارف إن التزاماتك كتير، لكن الدكتورة نيفين قاعدة وتقول فين مش كده يا دكتورة؟ اتفضلي استريحي، اتفضلي اتفضلي. ربنا يكرمكم ويخليكم انتوا لينا. ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك لينا يا رب. اتفضل يا دكتور مصطفى. اتفضل قول. لا يا فندم اللي حضرتك تؤمر بيه، اللي حضرتك تؤمر بيه على طول هيتعمل. لا بس انا لو طلبت انا بطلب كتير. انا عايز اتكلم مع كابتن ابراهيم. حاضر. حضرتك تؤمر بيه. حاضر. ها. حضرتك اللي حضرتك تؤمر مليار يا فندم. مليار يا دكتور. اللي حضرتك تؤمر. انت خدت مئات المليارات. اللي حضرتك تؤمر يا فندم. ما احنا هنحطهم في الصندوق طبعا عشان عوايدهم تبقى تغطي يعني فيبقى قفزه كبيره يعني. مش انت اللي ماسك الصندوق ده؟ ايوه فندم. طب خلاص. ها. اقول انا؟ اتفضل يا فندم. 10. حاضر يا فندم. اتفضل دكتور مصطفى. اتفضل متشكرين. متشكرين من محافظ البنك المركزي والدكتور مصطفى والحكومة كده يعني. طيب